ضمن النماذج والناس برضو المشرفين. أنا دايما والله العظيم مش كلام وخلاص، ولا كلام عاطفي ولا كلام بتاع الميديا ولا الكلام ده، بس احنا فعلا كمصريين ما عندناش حاجة اسمها مستحيل. احنا كمصريين عندنا القدرة ان احنا نتحدى حاجات صعبة كتير قوي، وما فيش مستحيل بيقف قصادنا. بنشوف ده في نماذج كبيرة ونماذج صغيرة، بنشوف ده في ناس بسيطة جدا بتتحدى ظروف حياتها اليومية، وبنشوف ده على سبيل ناس قدرت تعمل إنجازات كبيرة. ذكرنا اتكلمنا عن فرح الدباني اللي سافرت فرنسا وعملت 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 واخدت جوائز عالمية، شفنا بجرامي، شفنا قبلهم ويجز. يعني بنتكلم على نماذج مشرفة، وبنتكلم عن إمكانيات وفرص مصرية كبيرة، ومن ضمنها بقى الشخص اللي أنا عايز أكلم حضراتكم دلوقتي عنه. ده ما يقلش إنجازه عن إنجازه، هو إنسان عبقري وعظيم والله. وكل التحية الحقيقة. تحكي لنا قصته يا حسام. ما يقلش إنجازه عن إنجازهم الحقيقة، يعني كل واحد في صراعه مع الحياة ومحاولة الانتصار بكل الطرق والسبل، فده ما يقلش على إنجاز كل الأسماء اللي انت ذكرتيها. ده مصطفى ده وحضرتك تفاعلت معاه على السوشيال ميديا، شاب كفيف، والأيام دي الظروف الاقتصادية صعبة، فهو قرر، هو بيحب كمان الموسيقى، يعني هو كفيف وبيدرس الموسيقى وكمان بيبيع سندوتشات في شارع الهرم وبيكمل دراسته للموسيقى، ان شاء الله يبقى على نهج العظيم سيد مكاوي وكمان عمار الشريعي، ان شاء الله هيكون مش اقل منهم. اللي عنده القوة الارادة دي هيقدر ان هو كمان يتخطى اي صعوبات. فخلونا نشوف تفاصيل قصته وازاي هو بيكافح على كل المستويات الحقيقه، ونوجه له التحيه والتقدير وبنهدي له التقرير ده. انا عملت حادث في 2015، قبلها كنت مبصر، كنت بشوف يعني وكده، وكنت بشتغل في مجال الموسيقى. انا كنت عازف اورج، موزع موسيقي. وبعد الحادث يعني قعدت برضو فتره لحد كورونا مثلا كده، ممكن يكون كنت بلعب برضو مزيكا، بشتغل مزيكا وكده، بس قررت بقى خلاص الدنيا بقى بصراحه باظت شويه خالص خالص خالص. فقلت ايه، ربنا الحمد لله يعني الهمني كده، لان انا عندي هوايه الطبخ جامد قوي كده يعني، فكنت بمارسها في البيت الحمد لله بعد الحادث برضو. ربنا الهمني بقى كده، قعدت اتكلم مع ربنا شويه، وربنا الهمني الحمد لله ان انا اعمل ساندوتشات. فدي كانت اسهل حاجه، ممكن مثلا انزل اقعد بيها في الشارع يعني، مثلا ما تبقاش وجبات، ما تبقاش حاجه كبيره شويه. عملت ساندوتشات وجاتني الفكره الحمد لله، وجبت البوكسات اللي حضراتكم شايفينها ديت عشان حافظه للاكل، وبخلي الاكل في ستريتش في الطبق يعني، ستريتش نظيف جدا. بالنسبه لتجهيز الساندوتشات، هي بس حاجه بس اللي بجهزها من قبلها بيوم يعني، عشان ايه اللي هو الستريبس الفراخ يعني، بني تتبيله وكده عشان بتتبل وبتقعد وكده. لكن بالنسبه للحاجات كلها بتتجهز طبعا طول النهار، حتى البانيه بيتحمر يعني بالنهار، يعني الستريبس بيحمروا بالنهار الصبح بدري. انا بصحى الفجر ان شاء الله، اصلي الفجر واسبح واقعد اصحى اولادي وزوجتي، ولادي يجهزوا للمدارس وزوجتي تصحى، نبتدي بقى نجهز الايه البوكسات اللي انا باخدها ديت كتعبئه يعني وتغليف وكل حاجه اللي انا بعملها ديت في الساندوتش. بعمل الفراخ ستريبس بانيه بيتي جميل جدا بتتبيله محترمه، مع الكابوتشا في فينو عادي، مع البطاطس الفارم يعني شويه بطاطس فارم كده، مع باكت كاتشب ده ب 15 جنيه. وبعمل 2 جبنه رومي، رومي قديمه محترمه، مع بطاطس الفرم ب 20 جنيه الاثنين مع بعض في باكت. وبعمل 2 لانشون، واحد لحم واحد فراخ، مع بطاطس الفرم ب 20 جنيه. وبعمل واحد مربى واحد حلاوه يبقوا في باكت واحد ب 15 جنيه. الحمد لله ربنا ميسر كل حاجه، كل حاجه من اول ما بصحى من النوم لحد ما بروح بيتي تاني. الحمد لله رب العالمين، بجد ربنا يعني رؤوف وجميل، وكان بجد معايا يعني ومعايا على طول، لان بلاقي رحمه في الناس ومحبه وطيبه وجمال ومساعده، ويعني مفيش اي حاجه بصراحه خالص خالص يعني، الناس كلها بصراحه بتحبني، مش قادر الاقي اي مصابات يعني بصراحه. انا بحلم بـ 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 في الدنيا ان انا باذن الله باذن الله باذن الله، انا عندي مواهب كتيره قوي 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 في مجال الطبخ يعني، في اللي هو الانواع يعني الساندوتش وانواع الوجبات الحاجات دي كلها. نفسي باذن الله يبقى عندي مكان كده باذن الله باذن الله باذن الله، اعمل فيه يعني كل الوجبات وكل حاجه، كل اخرج فيه طاقتي كلها بجد. انا دايما حضرتك الرساله اللي بقدمها دايما بصراحه، وبحب اقولها حتى لاولادي مش للشباب بس، والله نفسي الدنيا كلها تسمعها، ان نفسي نقتنع دايما ان بجد العجز مش عجز ابدا الجسد، ولا عجز ايدين ولا رجلين ولا عينين،
منين، ولا عجز اي حاجه، ولا عجز فلوس حتى، ولا عجز ماده ولا اي حاجه. العجز ده عجز فكرك وعقلك وارادتك وقوتك وعزيمتك.